لكل قرية رونقها وثقافتها، ومن خلال زيارتي لكل قرية أخذت صورة وقطفت بستانها الأثري ما بين الحرف والأطباق الشعبية المختلفة. يعني قش طلعت برا عن بور وعن تمر وزبدة، يعني نحمسهم نخمدهم ونخليهم هنا. هذه الحرفة أنا توارثتها من جدتي وأمي، حرفة قديمة. أول كانوا يستخدمونها، أكثر شيء يستخدمونها هي حق السقف وحق سفرة حق الأكل والزبير حق الملابس. طبعاً وارثها عن والدي وعن جدي وأعمامي وابناء عمومتي، كلهم شغلتهم في الصيارة، وكانت شغلتي في الذهب طبعاً مو في الفضة. الأحجار الكريمة طبعاً تجي الغالية، الألماس والياقوت والزمرد والزفير، والأحجار العادية طبعاً الفيروز والعقيق. ما بين فرحة وعز ومجد الصورة تتكلم، جيل من الأحفاد يعيش حياة الأجداد بكل شموخ وفخر. الله اللي عزنا طول السنين، عاشقين ترابنا متوحدين، ما تراخى عزنا متكاتفين. لبسي من التراث البدوي، طبعا هذه العباية اسمها العباية رفعة، هذه تلبس فوق الجلابية قبل تطلعين من البيت أيام زمان. والله اللبس هذا يشرفني إني ألبسه، لبسوه ناس قدامي، أنا ما هو آخر واحد، أنا آخر واحد لبسته ممكن. فاللبس النجدي هذا هو المعروف في المملكة. من بدانا بدانا بعزنا وشموخنا، للمملكة للمجد والفخر كانت عنوان. من بدانا على القمة اعتلينا، لقناة روتانا خليجية، من نجناج الدمام ريهام الشعبان.